بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة الـ Imaging Modality of Urinary System. في Multiple Imaging Modality ممكن نقدر نصور بها الـ Urinary System، زي ما حضراتكم شايفين الـ Brain Radiology الراديوجرافي، الـ Contrast Study أو الأشعة بالصبغة، تشتمل الـ IVU اللي هو Intravenous Urography أو الـ Ascending Urography، الـ Ultrasound أو الموجات فوق الصوتية، السي تي او الاشعه المقطعيه، الام ار اي او الرنين المغناطيسي، والنيوكلير ميديسن او اللي هو المسح الذريع الكليتين. ده اول موداليتي منهم البارينيديولوجي. ادي الديافرام على البوث سايدز، الريبس، اللامبر فيرتبري والبوني بيلفس، وعندنا الكيدني شادوس على البوث سايدز، ادي الرايت كيدني وادي الليفت كيدني، وجنبهم السوس ماسل لاين اللي هو الباوندريز بتاعت السوس ماسل. الفيلم ده بيسموه كي يو بي بمعنى كيدني يوريتر بلادر، او بي يو تي اللي هو بلين يورينري تراكت فيلم. صورة مبسطة للاناتومي اوف ذا كيدني، دي الرينال كورتكس. الرينال كورتكس اللي هي بتكون اليورين عشان يخش بعد كده للكولكتنج رينال سيستم. الكولكتنج رينال سيستم عباره عن كاليسز ابر وميدل ولور كاليس، بيوصله للرينال بيلفس وبعد كده بيمشي اليوريتر لتحت. من جوه كل كاليكس بيبقى فيه بروترودنج بيراميد، بيعمل للتب بتاعتها حاجه عامله زي الكابينج. الكابينج هنشوفها كمان شويه. ده تاني نوع اللي هو بيسموه الـ IVU، بندي للعيان intravenous contrast يعني صبغة في الوريد ونصوره، نشوف الكيدني سكريشن زي ما حضراتكم شايفين. ادي الرايت كيدني upper و middle و lower calyx، left kidney upper و middle و lower calyx، اليوريترز لحد تحت، وبعد كده اليورينري بلادر. صورة مقربة للبوس كيدنز عشان تورينا الكلاسية الكابينج. زي ما حضراتكم شايفين البيراميدز بتعمل indentation للتيب اوف ذا كاليكس، تعمل حاجه اسمها كاليسيال كابنج اللي هي متشاور عليها بالاروده. الاستندنج يوروجرافي اللي هو بنعمل اكزامينيشن للميل يوريثرا، بنحقن صبغه من الاكسترنال يوريثرا ميتس وبنصور العيان في وضع اوبليك في وضع جانبي. دي البناين يوريثرا ودي البلبس يوريثرا. دي النورمال ميل يوريثرا لحد ما توصل للبلادر، ودي diffusely attenuated urethra وفيها structure هنا seen posteriorly كده عند الجنكشن بتاع البوس types of urethra. يعني دي normal male urethra ودي abnormal urethra. الالتراساوند اللي هو الموجات فوق الصوتية، ده نوع من ال imaging modality. احنا بنقدر نصور الكيدني من غير ما نستخدم ionizing radiation، يعني من غير ما العيان يتعرض لإشعاع أو لأشعة مؤينة. زي ما حضراتكم شايفين الكيدني ابر بول لور بول، ودي الرينال كبسول، وبعد كده عندنا الكورتكس اللي هي الهايبوكورك اللوكس بلاك، وبعد كده الرينال ساينس اللي جواه الكولكتنج سيستم هو لوكس وايت ايكوجينيك عشان فيه فات زي الفات الانترا ابدومينال. الموداليتي اللي بعد كده هي السي تي الكمبيوترايز توموجرافي او الاشعه المقطعيه، ممكن تبقى بصبغه او بدون. دي اشعه مقطعيه على البطن بدون صبغه، ادي الرايت كيدني وادي الليفت كيدني، فيها هايدرونفروز او باك بريشر زي ما بيقولوا، وتحت في سبب الباك بريشر اهو ان في رينال ستون قافله اليوريتر هي اللي عامله الهايدرونفروز ده. ممكن نقدر نعمل صور ريكونستركتد ايمجز في هيئه الصوره الكورونال زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، او صور ساجيتال زي ما احنا عايزين يعني في السي دي. الام ار اي او الام ار يو اللي هو ماجنتيك ريزونانس يوروجرافي، ده نوع من انواع الايمجنج موداليتي نقدر ان احنا نعمل سبريشن لكل الهيومن تيشو ما عدا اليورين الاستاجننت زي ما حضراتكم شايفين كده. فنقدر نرسم الكولكتنج سيستم واليوريترز والبلادر من غير ما نستخدم ايرنزنج راديشن الاشعه المعينه، وممكن من غير ما نستخدم كمان كونتراست ميديا خالص. زي ما حضراتكم شايفين البوست كيدنيز هنا فيهم باك بريشر واليوريترز دايليتد وتورشوس لحد تحت، وفي ابنورمال فيلنج ديفكت هنا
سيركمفرنشال، غالبا سيركمفرنشال برادر ماس هي اللي عامله الايه البايلاترال رينال باك بريشر. الموداليتي اللي بعدها اللي هي النيوكلير ميديسن. النيوكلير ميديسن وظيفته الاساسيه ان هو بيسموه دايناميك رينوجرام او المسح الذري على الكليتين. وظيفته الاساسيه هي تحديد الفانكشن الجلوبال والديفرنشال، بمعنى ان احنا نقدر نحدد الجلوبال فانكشن بتاعه البوث كيدنيز والديفرنشال فانكشن اوف ايتش كيدني. يعني مثلا لو اعتبرنا ان الجلوبال فانكشن مثلا 100%، نقدر نقول ان الرايت كيدني دي مثلا بتفرز بنسبة 30% والليفت كيدني دي قايمة ب70% من الوظيفة. ده الغرض من النيوكلير ميديسن او الديناميك رينوجرام. شكرا.